برضه عملت اللي في دماغك وجيتي تعيشي هنا؟ معلش يا مجدي، أنا كده مرتاحة أكتر، سيبني على راحتي. أنا دماغي هتطير مني من اللي شفته في شقة يحيى. إيه اللي شفته في شقة يحيى؟ حلا بنت منير كانت هناك. إيه؟ حلا؟ إيه اللي وداها هناك؟ وصلت له إزاي؟ ده أنا كنت لسه عنده وقلت له يجي يقعد معانا وهو ما رضاش. هتفرق إيه إذا كان يجي يقعد معانا ولا ما يجيش؟ وبعدين مسألة وصلت له، مش هي دي القضية. المهم ما يكونش في حاجة بينهم. عموما هو ما يعرفش لسه لحد دلوقتي إنها بنت عمه، عشان أنا لما وصلت ارتبك وعرفني بيها على إنها واحدة صاحبة مراته الله يرحمها نسمة. ما ينفعش يا مجدي، دي أخته، ما ينفعش يحصل بينهم أي حاجة. أنا دماغي عمالة تودي وتجيب من ساعتها، وأنا كمان عمالة أفكر في عقاب ربنا وكل اللي عملناه زمان في منير وأماني وبلادهم، وهي ابتدت تطربق فوق دماغنا. أنا مش عارف أتصرف إزاي، مش عارف. طب بص يا مجدي، إحنا نقول ليحيى لا 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 مش على القتل، إحنا بس نقول له إن حالة تبقى أخته. أنت عبيطة يا ولية أنتِ؟ نقول له إن حالة تبقى أخته؟ تفتكر هيعمل فينا إيه لما يعرف الحكاية دي؟ ها؟ ده غير الفلوس اللي هيطلبها، غير الفلوس الزيادة اللي هتطلبها حالة كمان. فلوس؟ تاني برضه هتقول لي فلوس؟ حالة عاوزة تنتقم مننا يا مجدي. ومين قال لك إن إحنا مش هينتقم مننا لما يعرف إن أنا عمه مش أبوه؟ عندك استعداد تعيش على البلاط تاني؟ ولا الديانة؟ الكلب بيقفل لنا على الباب بره، إيه رأيك؟ أنا بتعذب يا مجدي، ضميري بيموتني. بص لرصيدك في البنك وانت ضميرك هيرتاح. ما تخليش موت نسمة يلخبط لك دماغك اكتر ما متلخبط. موضوع حلقة ده سيبهولي، انا هتصرف فيه. انا مش ههد اللي بنيناه. انت خلاص مصرة تيجي تقعد هنا؟ ماشي، انا كمان هقعد معاكي. أكيد طبعاً هقعد معاك. أنا عارفة إنك تعبان، بس صدقني مع الوقت هتتحسن. تاني يوم من غير ترامادول يا حلا. طب الحمد لله يا حلا. أنت بس مهما صدعت ما تستسلمش. لا 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 لا، استسلم إيه؟ أنا خدت قراري خلاص، ولا يمكن أرجع فيه. إن شاء الله. قولي عملت إيه النهاردة؟ رحت النسمة، كان لازم أزورها. إيه وحشتك؟ مش مسألة وحشتني ولا لأ، عارفة؟ أنا من أول ما اتعرفت عليكي وأنا بسأل نفسي سؤال مهم أوي، إزاي أنا متعلق بيكي بالشكل ده ومشدود لك أوي كده وفي نفس الوقت بحب نسمة مش حاسس إني باخدها؟ إزاي؟ ويا ترى لقيت إجابة؟ النهارده بس وأنا هناك حالا أنا طول عمري عايش في خوف، خايف أموت من أي حاجة، عشان كده برجع في قرارات كتيرة قوي لأن ممكن يكون فيها خطورة على حياتي، عشان كده ما كنتش عاوز أخلف ولد ولا بنت عشان ما أعيش لحظة ممكن تموتني، حتى في رمضان اللي كنت متصور إنه هيحل لي كل مشاكلي، اكتشفت في الآخر إنه بيدمرني. انتي ونسمة الوحيدين في الدنيا دي كلها اللي كنتوا مقدرين الحالة اللي انا فيها. يحيى محدش بيعيش كامل او بياخد كل حاجة في الدنيا. اقولك على سر محدش يعرفه خالص،
ويمكن هو السبب في الحالة اللي أنا فيها دي. سر إيه؟ أنا السبب في موت نسمة. أنا اللي سقطتها. سقطتها أكتر من مرة قبل كده. بس المرات اللي فاتوا عدوا. إنما المرة دي ما عدتش. وماتت. وسابتني عايش بذنبها. متشيلش نفسك فوق طاقتها يا يحيى. ده أكيد عمرها وده قضى ربنا. حالا أنت مش عارفة أنا بشوف إيه وأنا نايم. يمكن زمان كنت بشوف كوابيس. دلوقتي الكوابيس أرحم مليون ألف مرة من اللي بشوفه وأنا نايم. كنت باخد الترامادول عشان أفضل صاحي طول الوقت عشان أقدر أواجه أي خوف. أنا ما بقتش عارف أعيش لوحدي. وأنت الوحيدة اللي ممكن تنقذني من اللي أنا فيه ده. أنا هعمل اللي أنت عايزه. قول لي ممكن أعمل لك إيه وهعمله لك دلوقتي حالا. نتجوز. نتجوز يا حالا. شكلك بقى حلو يا كيتي. ما انا طول عمري حلو. ولا انت بقى كنت بتضحك عليا زمان؟ زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانيه. جاي ليه يا مراد؟ اللي اعرفه ان البنت اميره هتبقى على ذمتك قرايب. انا جاي عشان اطمن عليك يا كيتي. احنا مهما كان برضه بينا عشره، والعشره ما تهونش عليا. زي ما انت شايف كده بغني. طول عمرك بتغني يا كيتي. زمان ياما غنيت عليا، ودلوقتي ما حدش عارف. هو انت بتغني على مين؟ الغنى بتاع زمان ده بقى بطلته خالص. خلاص كبرت عليك. انت عارف انا اتبهدلت كتير ونفسي ارسى بقى. وده صح؟ والله بقى اللي مش صح ان احنا نفكر في الصح والغلط. عشان لو فكرنا فيه مش هنعرف نعيش اصلا. يعني هو ما كانش صح ان انا اتربى في ملجأ. وما كانش صح برضك انك تعشمني بالجواز وتختفي فجأة وتظهر ولاقيك هتتجوز البت اللي بتكرهني. يا كيتي لو كنا كملنا مع بعض ما كناش هنوصل لاي حاجه. ما قلت لك ما تركز. اعمل زي انا بحاول انسى واعيش زي ما انت شايف. طب عموما تحت اي ظروف لو في اي حاجه حصلت لك احنا بيوتنا مفتوحه لك وهنفضل طول عمرنا في ظهرك. انتوا مين يا اخويا؟ احنا كيتي ابله منال وانا واميره كلنا. عيبك انك شايف الدنيا ورد زي بتوع السيل. مفيش ميه بترجع لمجاريها، بتعفي. قبل ما نال فكرت زيها زي اي ام في الدنيا، فكرت في مصلحه بنتها وبس. وانت واميره لو جيت لكم يوم هتقابلوني كويس، التاني هترجع الميه لمجاريها بعد كده ومحدش هيستحملني. يعني انت كده مش هتحتاجي لنا صح؟ عارف الدعوة اللي طول عمري بدعيها وانا في الملجأ ايه؟ ايه؟ دايما كنت اقعد كده واقول يا رب ما تحوجني لحد. ربنا ما يحوجك لحد يا كده. يا رب. يلا عن اذنك بقى عشان نمرتي اهل. متجوز؟ اه متجوز يا حلا. انا عارف ان ما عداش وقت كتير على موت نسمة، بس دي نتيجة طبيعية وبالذات في التوقيت ده وفي الحالة اللي انا فيها دي. مالك يا حلا؟ هو انت ليه محسساني انك متفاجئة قوي باللي انا بقوله؟ عشان انا فعلا متفاجئة بالطلب ده يا يحيى. طلب؟ ده مش طلب يا حلا. احنا صحيح حبينا بعض بسرعة ومشينا مع التيار
وما اتكلمناش على اللي هيحصل. بس مش معنى ان احنا ما اتكلمناش اننا ما نبقاش عارفين. طب ما نأجل الكلام في الموضوع ده شوية. واضح ان لسه موت نسمة مأثر على أعصابك، ويمكن إحساسك ان في تشابه بيني وبينها عشان كده عايزني جنبك. هو انت عاوزة ايه بالظبط مني يا حلا؟ يعني ايه عايزة ايه؟ يعني عايزة مني ايه؟ انا سألتك السؤال ده اول ما اتقابلنا، قلت لي فضول. بيتهيألي الفضول راح وانكسر وعرفنا بعض وقلنا هنبقى اصحاب ولا مش هنعرف بعض تاني ولا هنهزق بعض ولا هنحب بعض، وهو ده اللي حصل. هو حصل بالنسبة لك انت بس، مش بالنسبة لي. بالنسبة لك انت مش بالنسبة لي انا؟ والله العظيم يعني اللي انا بفكر فيه دلوقتي صح؟ ده انت فاضية بقى بتتسلي مش لاقي حاجة تعمليها، فقلت يا اما العب بمشاعر الواد يحيى شوية صح؟ مين اللي قالك ان انا فاضية؟ وبعدين ايه اللي يجبرني ان انا اجيلك وانت تعبان واوديك المستشفى؟ يا يحيى انا لا فاضية ولا الفراغ قاتلني زي ما انت بتقول، بس لو انت مصدوم قوي كده فدي اهانة بالنسبة لي وانا مش ممكن اقبل الاهانة دي. عنك ما قابلتي، تقبلي بقى ولا ما تقبليش، انا وصلني ردك خلاص. وعلى فكرة انا فهمته زي ما اي حد في الدنيا ممكن يفهمه، واذا كان على تعبي ووقوفي جنبي فمتشكرين قوي يا ستي، كتر الف خيرك. مش عارفين نودي جمايلك فين. استني هنا انا لسه ما خلصتش كلامي. انا بقى خلصت، عشان لو قعدت دقيقه كمان هنخسر بعض بطريقه انت نفسك مش هتحبها.
ويا ترى بقى جايه تعزي ولا جايه تشمتي؟ انا لا جايه اعزي ولا جايه اشمت. انا جايه اقول لك ان بسبب الكلام اللي قاله جوزك لجوزي انا اتطلقت، يعني كده خلاص خربت من كل حته، ما بقاش فاضل لي اي حاجه. حتى بنتي حاولتوا تخطفوا. ما انت كمان رديتي عنه وحاولتي تخطفي يحيى، ويا عالم بقى ايه اللي في دماغك تاني؟ ايه اللي في دماغي؟ انا اللي في دماغي واضح وصريح، مش انتوا طلقتوني. خلاص انا بعد 3 شهور هتخلص عدتي وساعتها هتجوز يحيى. مش انتوا حضرتوني؟ ابقي وريني بقى ازاي هتصرفوني. مش مجدي عرض عليكي يديكي حقك وانت اللي مرضتيش؟ انت عاوزه ايه بالظبط؟ انا مش عايزه حاجه خالص، انا جايه عشان ارد على السؤال اللي كان محيركم. انا كنت بعمل ايه في بيت يحيى؟ وديني بقولك هتجوز ابنكم، يبقى حد فيكم يوريني هيمنعني ازاي؟ هتغني امتى يا كيكي؟ يا اغني ايه تاني؟ وانا لسه مخلصه دلوقتي. خلصتي غنى يعني؟ يعني عايزه تفهميني انك قاعده معايا بتتأنسي بيه يعني؟ ما انا خفت عليك هتتكحول زي النوبه اللي فاتت وتحتاج حد يسندك. الا انت اسمك ايه كيكي؟ اسمك الاصلي؟ طبعا ما اتولدتيش باسم كيكي ها؟ باشا انت عايز تتقدر؟ ايه عايز اتقدر؟ لا طبعا مش عايز اتقدر، ده عشان انبسط وابقى سعيد اهو بصحتي. طب خلاص يبقى لا مؤاخذه بقى ما تسالنيش عن زمان بتاعي عشان ما تتقدرش. ليه مين هيقدرني لما تحكي لي؟ عشان لما اقعد احكي لك اقعد اعيط جنبك، وانت اكيد ما انتش ناقص. اللي بيجي هنا يا باشا بيجي عشان يروق عن نفسه، مش عشان يقعد يسمع في مشاكل. ما يا اما متخانق مع مراته يا اما ضربه بالشبشب، ما تضمنش. مساء الخير. مساء الخير يا باشا. مساء الخير يا ولد. ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. فين يا عم بنش يعني؟ تحت الامر والنظر. طب معلش انا بقى هسيبك مع زميلي بالاذن. ايوه بس ما تمشيش، هشوفك قبل ما امشي. ها ماشي بالاذن. فعلك اذنك معاك. حلوه القطه. بقول لك ايه، مالكش دعوه بيها، دي بتاعتي. ماشي يا باشا. تقول لي القطه ما قطاش، انا فاهم الحركات دي. قول لي بقى كنت فين؟ والله بلاوي يا صاحبي، وبتتحدى فوق دماغي. من ساعه المحروس ابنك ما رفع عليا السعر في اخر مزاد، انا بلف حوالين نفسي عمال الم اي فلوس عشان اغطي نفسي. ليه؟ الناس بطلت تشتري حديد؟ ما هو تالت اللي عندك في الدكان بتاعك. ايوه بس انا لو بعته بنفس السعر هلبس، عشان كده رفعت السعر وبرضه لبست، واديني قاعد قدام ملطة وهي خربانه. ومالك مفاعل كده ليه؟ اهدى شويه وكل الامور هتتظبط تبقى كويسه. انا عشان كده يا حبيبي يا صاحبي جاي لك عشان تتظبط. تظبط ازاي يعني؟ مش فاهم. عايز فلوس يا مجدي، محتاج اي سيوله تغطيني، محتاج على الاقل مليون مليون ونص. مليون مليون ونص؟ مش عارف اللي معايا يغطي المبلغ ده ولا لا بصراحه يعني. مش ايه؟ مش عارف؟ بس انا بقى لا مؤاخذه عارف كبير وغطاه. يا اخي طب اعمل حساب للعشره والعيش والملح. اعمل حساب لموقف الجدعانه اللي انا عملته مع ابنك. ايه مالك طيب ومفاك كده ليه؟ في ايه؟ عشان انت بتدعي الفقر معايا يا مجدي. ده انت الفلوس اللي لفتها من اخوك بعد ما مات تشتري هرم. بقول لك ايه يا ادم، اتفقنا ما نعيدش الكلام ده تاني. ايه وبعدين انت يعني بتزلني عشان تغصب عليا اسلفك؟ بتلوي دراع يعني؟ لا بس انت لا مؤاخذه مش واقف معايا موقف جدعانه. بص يا ادم من الاخر كده، انا اخري عازمك على شويه مشاريب، تعرف مبادئ، عازمك على عشوه. تصرف يا حبيبي، شوف اي حاجه تبيعها، شوف حد يسلفك، انما انا
اكيد مش في المساج موظف. صدق صدق ان انا غلطان ان جيت لواحد زيك. تصدق ان انا عملت لك قيمه وجيت لك لحد عندك؟ انا غلطان يا معلم. تشكر يا معلم. تصبح على خير. بسط يا معلم. يا مجدي اللي كنت خايفة منه حصل. حلا جاتلي بتقولي اتطلقت من جوزها وبعد العدة ما تخلص هتتجوز يحيى. تتجوزه ازاي؟ مش هينفع تتجوزه. تتجوزه ما ينفعش طبعا. تتجوزه ازاي؟ طب ما تتصرف يا مجدي، حلها. دول اخوات، يعني هنعيش بالذنوب ازاي دي كلها في الدنيا؟ اتصرف يا مجدي، اتصرف. خلاص خلاص، هقتلها زي ما قتلت ابوها. في ايه يعني؟ انت موطره نفسك ليه؟ ايه دي؟ انت جنس ملتك ايه؟ انا بقول لك ايه، تقول لي اقتلها يعني تحل مصيبه بمصيبه اكبر منها؟ عندك استعداد تتنازل عن العيشه اللي انت عايشاها دي؟ ها؟ لو ما كناش قتلنا منير كان زماننا بنشحت في الشوارع، ولا كان زماننا اتخبلنا زي اماني ورحنا سرايه المجانين، سرايه الصفرة. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي يا حبيبتي؟ اللي احنا بنيناه ده مش هنهده. ها؟ مش هنروح للي ماسك لنا السلاح وعايز يقتلنا ونقول له قتلنا؟ انا مش عارفه انام يا مجدي، ضميري بيموتني. وهو ربنا نزل عقابه علينا ونسمه خدها مننا، ويا عالم بكره هيعمل فينا ايه. اهدي اهدي، لما الثلاث شهور العده بتوعها هيخلصوا نبقى نتكلم. أنا هستنى لما يحيى هو بنفسه اللي يطلبها مني للجواز، إنه ناوي يتجوزها، ونبقى نتصرف. أنا نايم. أنام. أنام. صلي. الحساب وقته قرب يا مجدي، لازم نقرب من ربنا ونسمة هي البداية. يا نسمة كانت محتاجة حد يصلي لها؟ دي كانت نسمة. أنا مش بتكلم عن نسمة يا مجدي، أنا بتكلم عن كل اللي عملناه زمان وبيطلع علينا أهو. احنا عملنا إيه؟ برضه هتفضل تقول كده؟ انت ايه؟
صلي 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 يا انصاف، كملي صلاتك. دخلتي هنا ازاي؟ الشغالة فتحت لي وقالت لي ان انت قاعد هنا. دخلت لقيتك بتنازع. كوابيس. كوابيس بتجيلي على طول. بعدين انت ليه رجعك تاني؟ مش كنتي قلبت الترابيزة امبارح وخلصنا خلاص؟ انا برضو هي حيلة قلبت الترابيزة. امال انا؟ أنا اللي غيرت كلامي في آخر لحظة؟ عموماً أنا جاية النهاردة عشان أصلح اللي مزعلك وعشان تعرف أنا عملت كده ليه؟ ليه يا حل؟ ليه؟ الكلام اللي هقوله لك يا يحيى أنا عارفة إنه هيضايقك بس لازم تعرف إنه غصب عني. هو إيه يا حل اللي غصب عنك؟ بتفهميني في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا عاوز أطلب منك طلب بس ورحمة نسمة عندك ما ترفضهولي. أطلب يا إنصاف، أنا مش مطمن لك الحقيقة. هي الفلوس اللي في البنك بتاعتي أنا وإنت مش مكتوبة باسمي عشان الضرايب؟ آه، بتسألي ليه يعني؟ أنا عاوزك حقي تكتب شيك بيه وتديه الحالة وتدي لحقها. حق ايه يا ام حق انت؟ انت مش هتبطل التخاريف اللي شغاله في دماغك دي؟ ما انت لو ما عملتش كده الواد هيتجوزها وده ما ينفعش يا مجدي، ما ينفعش. على جثتي. يبقى خلاص نقول له انها بنت عمه وساعتها هيكون ده حل برضه، وساعتها ممكن ما يتجوزهاش. الموضوع ده ما يتفتحش تاني. وهاخدك بقى الشهر العقار تمضيلي على توكيل هناك. في ناس كده الفلوس خطر عليها وبتطير دماغتها. ما كنتش عارف انك انت بالجبن ده يا حلا. ده مش جبن يا يحيى. البنت كانت لازم تعرف انها هتعيش مع واحد تاني غير ابوها، وانت عارف الحاجات دي بتفرق قد ايه بالنسبه للعيال. يعني هو ده اللي كان مخليكي متوتره وقلبتي عليا الترابيزه ومشيتي بس؟ اه طبعا. هيكون في ايه تاني؟ طب وما كانش ينفع تقولي لي كل ده في التليفون؟ انا زعلتك في بيتك يبقى لازم اجي واصالحك في بيتك. ماشي يا حلا، براحتك، خدي الوقت اللي انت عايزاه بس ما تطوليش، انا محتاج لك. وانا كمان. قولي بقى ايه موضوع الكوابيس ده؟ كوابيس حالة بتجيلي طول الوقت طول الوقت. انت عارفة بقى اللي انا فيه واللي بمر بيه. انا عارفة، عشان كده مش هزعل منك عشان قلت لي ان اسمها بدل حالة. متزعليش مني.